اتصال بي لمده معناها زمنيه، كنت متواجد في دبي راس فريق شباب دبي. كلمني سي مراد وكنا تواصلنا مده اسبوع كامل، حكينا على كل شيء، حكينا على البروجي بتاع المنتخب، وحكينا على معناها تحضير مشروع بروجي معناها على 4 سنين اللي هو باش يكون الاوبجيكتيف نتاعو اولمبياد 2024، باش نهيئوا الفريق احسن دهي، باش معناها نشرفوا الكتله التونسيه خاصه في بطوله العالم الجايه. يظهرني شفتوا لا ليست اليوم تبدلت فيها ممكن عديد الاسماء، لكن راهي ماهيش ليست ديفينيتيف، راهو الباب مفتوح لكل لاعب تونسي قادر يعطي اضافه للمنتخب الوطني التونسي. تشاور مع الإدارة الفنية، عملنا كونسي تكنيك ناسيونال في 26 جوان الفارت، واستدعينا معنا ثلة من أعز الفنيين التوانسة، من مدربين قدم تاع فريق قومي، من مشرفين كانوا موجودين، واقترحوا هما معنا عملوا إسامي، وأكثر واحد اللي تم عليه إجماع هو سامي السعيدي. كيف معنا مع الإدارة الفنية كان الاسم تاع سامي السعيدي مطروح، وهكا علاش تم الاختيار. عندنا ثقة في الإطار الفني التونسي، خاطر شفنا نجاحات قبل، معناها المنتخب أكثر تتويجاته كان مع الإطار الفني التونسي قبل مع سي سيد العياري والمرحوم سي سعيد عمارة. تنجمش تخدم معناتها في ظروف طيبة كان ما تبداش الأمبيونس سان، وفما ثقة معناها بين الإطار الفني الكل، كسوسوا سامي، كسوسوا رياض، كسوسوا تو سي شاكر. معناتها قد ما نبداو متفاهمين، قد ما يبدأ الجو معناها مناسب باش نخدمه في ظروف طيبة جدا. توا عندي بالضبط قريب 43 سنة في كرة اليد، فهمني، وعندي علاقات كبيرة ياسر مع الفرق الكل، وما عندي حتى مشكل مع أي فريق، ما لقري اللي في وقت من الأوقات، فهمتي، قريب 8-9 سنين كنت مسؤول في الترجي الرياضي، لكن بالنسبة لي أنا الرياضة هي، فهمتي، ماتش متاع ساعة، فهمتي، وتقعد العلاقة ديما طيبة. أنا ابن الدار، أنا بكل صراحة يعني عديت عمري كامل في المنتخبات الوطنية، سواء كلاعب أو كمدرب، يعني عملت 5 بطولات عالم كلاعب، 5 بطولات عالم كمدرب في جميع الأصناف، فتيات، ذكور. اليوم نلقى روحي في تجربة أخرى، تجربة بكل صراحة ممتازة، تجربة اللي ممكن معناها أخذت التجربة هذية والأخذت المركز هذية ممكن كغيرة على حراسة المرمى، باعتبار السنوات الأخيرة نلقاه دائما وابدا يعني مدرب أجنبي جيل تونس، أور كو لا تونيزي دومور توجور اون إيكول دي غارديان بوت، من السبعينات للثمانينات للتسعينات، تونس دائما ولادة في حراس المرمى. القائمة حسب ما شفنا باستثناء مصباح الصانعي ومروان مقايز، شفنا اللي فيها توجه كبير نحو التشبيب، نحو تجديد المنتخب بعناصر شابة، بعناصر شاب فيها سامي سعيدي، انها هي باش تكون التكوين وإن التحضير الجيد مناسبات اكبر، خاطر يخمم على مدى بعيد، والاهم من هذا الترشيح الاولمبياد 2024. أول حاجة فما دوزيليل استدعيتهم، هم لاعبين ساقية الزيت، حبيت نقف على إمكانياتهم الفنية، ريتهم الحقيقة قاموا بمباريات جد ممتازة، زوز لاعبين سواء في البطولة ولا في الكاس، قلت بوركوا با نعطيو شانس للي جون هذوما باش نقفوا عليهم، خاطر ما تعرفش غدوة شنو نجم يصير. اليوم اللي شاف عطاتنا ليست نتاع 35، دونك اللاعبين بزاد إيزون إلارجي، غدوة لا قدر الله يتيح واحد بوزيتيف في الكوفيد، إصابة، أي حاجة، على الأقل فما ليست إلارجي اللي قادرين نستمدوا منها اللاعبين نتاعنا ويكونوا دخلوا في البروجي نتاع التحضيرات نتاعنا. الباب مفتوح للناس الكل، لكن نحل لو غويمي منتخب لاعب تونس لازم يكون اكزومبلير، باش نحكيو على الكوتي ديسيبلينير. صحيح ممكن اسامه طاح شويه في البروفوكاسيون نتاع لي ديكلاراسيون، لاعب منتخب يزم يمثل كل التوانسة، يمثل كل محبي كرة اليد التونسي، يزم يكون محبوب من كل القراب الكرة اليد وكل عشاق كرة اليد التونسية ومن الشعب التونسي اون جينيرال، لأنه لاعب منتخب يمثل بلاد كاملة اون فان كونت، ما يمثلش نفسه ولا جهة معينة. هذه الحاجة اللي نطلبها من خو الكبير لخوه الصغير بيان سور، باش أنه نكونوا اكزومبلير ونكونوا مثال، لأنه لاعب المنتخب
لازم يكون مثال في اللعب ومثال خارج الملعب. اختيار في محله حسب رأيي مدرب تونسي شاب عمل نتائج عمل ألقاب وصل معنا يلعب في العالمية يلعب في إفريقيا وصل مرتبة رابعة في مونديال أندية عمل نتائج ممتازة جدا مع النجم الساحلي ودون شك هو اختيار ممتاز. كذلك معاه رياض الصانع اللي نعرفه قيمة ثابتة في تدريب الحراس وحارس كبير عنده تجربة ينجم يضيفها معنا وينجم يقدم الإضافة. عمر خضيرة ربما هو السلسلة اللي باش تعمل الربط بين معنى بين الماضي وبين الحاضر والمستقبل. كذلك وجود شاكر الخنيسي في خطة مدير رياضي حسب رأيي كذلك اختيار مدروس.